مساء الخير ويا اهلا وسهلا بالاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه جديده من السادسه. كل التحيه لحضراتكم في بدايه الحلقه. يوم المباراه واحده من كلاسيكيات الكره المصريه، الاهلي والاسماعيلي. تبقى الحقيقه القصه بين الاهلي وبين الدراويش قصه طويله وتاريخ طويل جدا، ومباراه حقيقي حقيقي ما نستناش على الاسماعيلي بجد والله. يعني احنا بنستنى في شويه ماتشات كده في الموسم ودول بره المنافسه، يعني بره الترتيب وبره حسابات النقاط، مباراه جماهيريه، مباراه تستناها، مباراه تستنى فيها كره حلوه، والاهلي والاسماعيلي منها. يمكن انا قلت امبارح مع كابتن السيد حمدي في الحلقه امبارح انه يمكن اهم تاني كلاسيكو في الكره المصريه هو الاهلي والاسماعيلي. تاريخ طويل جدا، والاسماعيلي واحده من الفرق العظيمه الحقيقه اللي قدمت نجوم كبيره جدا للكره المصريه، واللي بتقدم دايما كره حلوه، يعني حتى وهي بتعاني، هي معاناتها بقى لها اكتر من موسم الحقيقه، ويمكن السنه دي يعني في الاخر قدر الاسماعيلي انه يعدل اوضاعه، لكن دايما فرقه بتقدم كره حلوه، زيها زي الزمالك، زيها زي المصري، زيها زي الاتحاد. انا بحب الماتشات الجماهيريه دي، يعني تخيلوا دوري ما فيهوش اسماعيلي ومصري واتحاد، وده كان سيناريو قريب جدا من انه يحصل السنه دي. هتتخيلوا شكل الدوري عامل ازاي؟ فين المتعه؟ يعني ممكن يكون في فرق جديده عندها قدرات ماليه بتشتري لعيبه حلوه وكل حاجه، لكن مفيش السخونه، مفيش البهارات المرتبطه بحلاوه الاداء وبالتاريخ والسجال اللي رايح جاي بين الفرق الكبيره والفرق الجماهيريه على وجه التحديد. والاهلي والاسماعيلي اعتقد واحده من الماتشات اللي بيستناها كل جماهير الكوره في مصر على مختلف انتماءاتهم، مستني حاجات كتير في ماتش النهارده.